أشاد سعادة الدكتور ماجد بن علي نعيمي وزير التربية والتعليم بالنتائج المميزة والمشرفة التي حققتها مملكة البحرين في التقرير العالمي لرصد التعليم 2020 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، والذي حمل عنوان التعليم الشامل للجميع، الجميع بلا استثناء، معبرا بهذه المناسبة عن معاني التقدير والامتنان لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لما يتفضلون به من دعم ومساندة على الدوام للمسيرة التعليمية المباركة والمتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، مما ساهم في تحقيق الإنجازات التعليمية العديدة على الصعيد العالمي. وأوضح الوزير أن هذا التقرير يرصد مدى التقدم الحاصل لدول العالم في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، مع التركيز لهذا العام على موضوع دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم كمظهر من مظاهر الإنصاف. وأكد التقرير على تميز مملكة البحرين في تطبيق التعليم الجامع والدامج ورعاية الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، منوها بحرص وزارة التربية والتعليم على دمجهم في الفصول الدراسية العادية وما بذلته من جهود كثيرة في هذا الصدد، ومن بينها توفير البيئة الملائمة والمرافق والوسائل المساندة وتدريب العاملين مع تلك الفئات ونشر الوعي بين أفراد المجتمع.